فيتريس بودي، الجسم الزجاجي. انت عارف لو كتبت الفيتريس في جوجل سيرش والحاجات دي يطلع لك حاجات زي كده، حاجات معموله بالازاز وبتاع، حاجات فازات وكوبايات مش عارف ايه، لان هي فيتريس يعني زجاجي فعلا. لما بتكتب الفيتريس بودي ينزل لك الفيتريس بتاعنا احنا، تمام؟ فلما تيجي تعمل سيرش ما تكتبش فيتريس هتلاقي نفسك دخلت في صناعه الزجاج، تمام؟ فانا لقيت الرسمه دي الحقيقه لذيذه مش وحشه يعني، عجبتني فاخدتها بالمره يعني، ما دام دخلنا نتفرج يعني. الفيتريس بودي بقى بص ما معاش يا جماعه، كان الاول يسموه فيتريس هيومر which is wrong name. هم دلوقتي is a vitreous body. It has a shape, it has a form. عشان كده بيسموه الفيتريس بودي مش هيومر، مش سائل هو. The vitreous body occupies 80% of the entire volume of the eye. دي معلومه فاكت صحيحه. اسالك فيها ساعات في الام اس كيو. هو خلي بالك احنا الفوليوم اوف ذا اي كام؟ 7. الفوليوم اوف ذا فيتريس 3.9 او 4. تمام؟ فهو تقريبا في حدود 80% من الايه؟ من الكومبوننت. الفيتريس بودي از كلير جل كونتيننج 98% ل 99% من وزنه ميه. 98 ل 99% من وزنه ميه. تمام؟ عشان كده كانوا بيسموه ايه؟ هيومر. كانت جت الفاكت دي عشان القصه دي. فكانوا مسمينه هيومر، بس هو جل مش ميه. تمام؟ ذا ريميننج 1% بيكون من كولاجين فايبرز سوليبل بروتينز والهايالورونيك اسيد. كولاجين فايبرز وسوليبل بروتينز وهايالورونيك اسيد. It is one of the simplest connective tissue. يعني هو نوع من انواع الكونكتيف تيشو and basically has no structure at all. تقريبا ما فيهوش structures خالص زي ما هنشوف. بص ده شكل الفيتريس بودي بتاعنا، دي سايتس اوف اتاتشمنت بتاعته. اهم اتاتشمنت فيهم واللي هو ليس ما يقدرش يسيبها ابدا عند الاورا السراتا. ليه؟ لان ده الروت بتاعه، ده الامبريولوجي بتاعه. خلي بالك ده اللي هو السكندري فيتريس اللي احنا عايشين بيه ده. فمن اهم الاتاتشمنت هنا. في اتاتشمنت ثانيه تبقى حوالين الاوبتيك ديسك اللي هي بتدينا الفايس رينج لما بيحصل بروسيجر فيتريس اتاتشمنت، دينا الفايس رينج. في اتاتشمنت ثانيه بتبقى عند الفوفيا والماكيولار اريا حوالين الماكيولا، تمام؟ بس دول ضعاف، اتاتشمنت ضعيفه. اقوى اتاتشمنت اللي دي اللي عند الاورا السراتا، يقول لك اوفر رايد راكبه يعني زي الحصان على الاورا السراتا. الكولاجين بتاعنا اسمه الفيتروسين اللي هو الفيتريس فايبرز فايبرس بروتين، تمام؟ It is نيورو اكتوديرمال ان اوريجن انلايك اذر كولاجين. خلي بالك بقى ده نيورو اكتوديرمال لان هو جاي برضه من الابيثيليوم بتاع السيليا ريبودي في عند الاورا السراتا، تمام؟ اهو نيورو اكتوديرمال ان اوريجن انلايك اذر كولاجين. الفيتروسين differs from normal collagen in that 4-9% of its weight is a complex polysaccharide that cannot be separated from it. ما نقدرش نشيله منه. تمام؟ ده الاختلاف عن الكولاجينز الثانية. It is most similar to type 2 collagen. هو شبيه لحد كبير ب type 2 collagen. ده سؤال MCQ. ده سؤال MCQ. تمام؟ ده سؤال وده سؤال مهم. البايوكيميكال بروبرتيز بتاعتنا بقى الكولاجين ده اوفر 90% اوف ذا كولاجين از اوف تايب 2 كولاجين، هو شبيه بيه او بيعتبروه هو تايب 2 كولاجين. The vitreous collagen fibers are loosely arranged and they are susceptible to collagenase activity. Collagenase activity بيشتغل عليها. The reverse in the zonule collagen. خلي بالك الزونيول ما يشتغلش عليها الكولاجينيز لان هي ايه؟ مش كولاجين، طلعت الاستين. مش احنا شفناها هي عامله زي الالاستين، فايبريلر الاستين او كانوا سمينها فايبريلر الاستين، وكانت الثانيه ايه؟ بتسيح بالالفا كيموتريبسن، صح؟ الزونيول. عشان كده خلي بالك من الكلمه دي ذا ريفرس ان ذا زونيول. الزونيول الكولاجينيز ما يشتغلش عليها لانها اصلا مش كولاجين. خلاص؟ The most concentrated part بين الكولاجين موجود anteriorly to the adjacent to the ciliary body including the vitreous base، لان ده الجدر بتاعه فبيبقى الماكسيمم كونسنتريشن موجود فيها. Followed by the posterior vitreous cortex and then the anterior vitreous cortex behind the lens، الحته اللي behind the lens برضه من الحتت القليله. بص اهو شوف ادي كولاجين فايبرز بتبقى موجوده mainly في البريفري واعلى كونسنتريشن فيها عند الاورا ايه؟ سراتا. ايه؟
خلي بالك احنا ناحيه الكورتكس الكولاجين فايبرز بتزيد، الهيالوسايتس بتزيد، البروتينز بتزيد، ممكن بولي ساكرايدز بتزيد. ده ناحيه الكورتكس. خلي بالك. الكولاجين بقى الكونسنتريشن بتاعه ديكريز تور ذا سنتر اند ذا بوستيريور بورشن اوف ذا اي، بات ات بيكمز مور كونسنتريتد نير ذا ريتينال سيرفيس، بيتجمع عند الريتينال سيرفيس او بص ناحيه الريتنا اللي هي في الكورتكس بيبقى مور كونسنتريت. يبقى احنا في النص ليس دنس والفايبرز اقل. في النص ورا اللينس، انت حتى لما تفحص ورا اللينس وتتفرج زي ما قلت لكم بيخش ورا اللينس بشويه بالسيت لامب، بصوا على الفيتريس فايبرز هتلاقي الفايبرز هنا قليله مانيما في الحته دي قدام. The total collagen content increase from birth to adult life but no increase in concentration of collagen in the vitreous occur. تمام؟ يعني total collagen contents بتزيد انما يبدو ان بقيه الحاجات بتزيد فالكونسنتريشن ما بيزيدش. بصوا بقى الحركه دي مهمه جدا، عايزكم تفهموا القصه دي. ده الكولاجين، بص الكولاجين فايبرز، ادي الفايبرز اهي تمام، وادي الليكويد شانلز موجوده عندنا. الكويلد ده الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك ايه؟ اسيد. طيب انا عايز اقول لك حاجه، بص الفايبرز مش كتيره والهيالورونيك اسيد ده مش كتير، امال ايه اللي نافخ الفيتريس كده؟ ايه اللي مخليه مستوعب 98% ميه ومش عارف 80% من حجم الاي وبتاع؟ الهيالورونيك اسيد هو اللي بيلعب اللعبه دي. ازاي يا شباب؟ الهيالورونيك اسيد از نيجاتيفلي تشارجد، نيجاتيفلي تشارجد، فهو بيريبيل ايتش اذر. يعني لما يكون عندك بارتكلز نيجاتيف دي كلها نيجاتيف في بعضها من غير نيوتراليزيشن، فبتعمل ايه؟ بتريبيل ايتش اذر، عشان كده واخده حجم ايه؟ منفوخ. تمام؟ لما يقل الهيالورونيك اسيد ده او يقل في عيان ديزيز زي الناس الهاي مايوبس او الناس الاولد ايج، الهيالورونيك اسيد ده يبتدي يقل. تمام؟ يقوم النيجاتيف تشارجز دي ايه؟ تقل، تقوم النفخه الكذابه دي تختفي، يقوم الفيتريس يكش. الله، طب والميه اللي جواها؟ الميه تقول لك طب انا ذنبي ايه؟ لا انا لا اطلعي بره الجل بقى. فهمت القصه دي؟ يقوم يحصل ايه؟ اللي هو بيسموه بوستيريور فيتريس ديتاتشمنت، يحصل طلاق ما بين الميه وما بين الجل. فهمنا دي القصه دي بقى الحدوته دي هتحصل ازاي؟ هي دي. فانا عايزك تفهموا القصه دي ان الهيالورونيك اسيد مولكيولز ار نيجاتيفلي تشارج، زي ريبيل ايتش اذر، بتتنفخ بالشكل ده. تمام؟ وعشان كده مستوعبه كميه الميه الكبيره دي 98% هو الميه دي. تمام؟ لما يحصل في الاولد ايج الهيالورونيك اسيد يقل او في الهاي مايوبس الهيالورونيك اسيد يقل، يقوم يحصل كولابس. الكولابس ده ما يستوعبش الفوليوم المايه بقى الكبير، يروح فوليوم المايه ده منسحب ورايح في حته بعيده زي ما هنشوف. بصوا دي الفيتريس بيز اللي هي ايه؟ يقول لك ات اوفر رايدز اورا سيراتا. الاورا سيراتا هي اللي هي اخر حته في الريتنا، خدت بالك؟ واول حته في السيريال بودي واخر حته في الكرويد، دي اسمها الاورا سيراتا. اطلع 2 مللي قدام و2 مللي لورا. تمام؟ الحته دي اسمها الفيتريس بيز اللي هي فيها الدايره دي، اهي الحته دي اسمها الفيتريس بيز. It overrides the oral serrata، راكبة على الاورا سيراتا. تمام؟ ده الفيتريس بقى لا ينفصل من هنا نهائي. ولا بالطبل البلدي يعني، مش ممكن ينفصل من هنا. ولذلك حتى تملي تلاقي انت لما تلاقي في تير، تلاقي الايه؟ التير مشدود ناحية الاورا سيراتا. يعني التير تلاقيه مشدود كده، الهورشو تير تلاقيه مشدود، كأنك ماسك حاجة من تحت لفوق، يعني بص زي الجاكيتين دي كده، تلاقيه طالع كده لفوق. تلاقي الشفة بتاعت التير طالعة لفوق كده. تمام؟ ليه؟ لان هو ماسك هنا فين؟ في الاورا. فلما مهما يشد لازم يشد في اتجاه الاورا سيراتا، لان هو الاوريجن بتاعه عند الاورا ايه؟ سيراتا. تمام؟ فلما يشد لازم يشد ويطلع فوق ناحيه الاورا سيراتا. الكنال اوف كولوكيا دي بقى، دي فورمر سايت اوف الهيالويد ارتري. انت عارف انتوا القصه دي كان فيها ايه اصلا؟ البرايمري فيتريس ده اللي هو كان الكرويدال فيشر داخل فيه السنترال هيالويد ارتري ده، الهيلود فين وشويه ميزنكاي، ده كان داخل عشان يعمل شويه بلاد فيسلز في الحته دي. كان في بلاد فيسلز في البرايمري فيتريس، وكان بيغذي الفيتريس، وكان بيغذي الريتنا، وكان بيغذي الباك سيرفيس. الهيلود ارتري ده يغذي الباك سيرفيس اوف ذا لانس اللي اسمها التونيكا فاسكولوزا لنتيس في الامبريولوجي. تمام؟ طيب بعد شويه قلنا السيريال بودي، لو احنا الفيتريس اللي احنا عايشين بيه دلوقتي طالع لنا منين بقى؟ من الفيتريس بيز اللي انت شفتها معايا من شويه، من النون بيجمنت بسيريا وسيريا بودي، هيطلع ويزق البرايمري فيتريس تو ذا انسايد، يفضل يطلع له بقى من كل حته، يزق 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 لغايه ما يحوشه في النص. يوم تفضل البقايا دي فين بقى؟ في الكنال اوف كولوكي، هو ده الممر بتاعها.
حتى دي شفتها انت في الامبريولوجي، لو فضل حته تحت عند الاوبتيك نيرف اسمها بيرج مايستر بابيلا، لو فضل حته في النص بيسموها الميتندورف، خدت بالك سبوت، ولو فضل حته قدام على الباك سيرفيس اوف ذا لينس دي تعمل لك البوستيرو بولر كاتاراكت. تمام؟ يعني هو ثلاث مناطق ممكن تفضل منها ريمننس. وساعات البرايمري فيتريس يقاوم يبرزست، تيجي تزقه ما يبقاش عايز يزق ويمسك في السيلياري بودي ويشد البروسيس بتاع السيلياري بودي لجوه ويعمل لنا ممبرين ابيض ورا اللينس ويقاوم انه يضغط، ويتولد الطفل بعتامه وممبرين ورا اللينس اللي بنسميه بيرزيستنت هايبر بلاستيك برايمري فيتريس. بيرزيستنت يعني ايه؟ بيقاوم. بيرزيستنت هايبر بلاستيك برايمري فيتريس يعمل لك ممبرين ورا اللينس ويشد السيلياري بروسيس اللي يطولها قوي، دي انذر كونجنتال انومالي تيجي من فيتريس. خلاص؟ فانت عندك في بقايا التاريخ، التاريخ ما بيختفيش يا جماعه، ما حدش بيمسح التاريخ بلاستيك. تمام؟ فكنال اوف كولوكيت دي كانت مكان الهايلويد ارتر. ودي ديفويد اوف كولاجين فايبرز، ما فيهاش كولاجين فايبرز. كونسيس اوف فينستريتد شيس اوف بيزل لامينا. تمام؟ بيزل لامينا اللي هي زي البيزل لامينا بتاعت الايه؟ الريتنا، وزي البيزل لامينا بتاعت السيريالي بودي والحتت دي. اوبنز بوستيريولي انتو ذا اوبتيك ديسك طبعا الكنال اوف كولوكيت. اهي بص هي جايه من هنا اهي. ورا اللينس هنا لانها كانت جايبه الهايلويد ارتري من هنا، كان ده كل ده كان فيتريس زمان، خدت بالك؟ كانال اوف كلوكيه كانت ماشيه كده اهي، دي كانال اوف كلوكيه، وهنا موجوده تحت ايه؟ عند الاوبتيك ديسك. والبقايا خلي بالك بتاعت الهايلويد ارتري هي السنتر ارتري، هو ده اللي فاضل منه. ولذلك لما تطلع حته هنا اسمها البرج مايستر بابيلا، لو طلعت هنا اسمها ميتن دولف، طلعت هنا يبقى اسمها ايه؟ البسي بولر كاتر. السوليبل بروتينز بقى بيقول لك ايه؟ There is no significant senses or constant supply from the retina or alveolar tract. Soluble proteins present at birth بس. مش موجودة كتير يعني. Decrease to a negligible amount once the retina vascularization process is completed. أول ما الريتنا يجي فيها vascularization soluble proteins دي تبتدي تختفي. It is believed that this protein is important in the process of normal retinal vascularization and neovascularization. يبقى احنا ما عندناش soluble proteins الا في الامبريونيك لايف بس، وبعد كده بتختفي. الكونسنتريشن بتاع soluble protein is highest in the epiretinal cortical layer عشان تبقى قريبه من blood vessels، لانها بتلعب رول في blood vessels، ولوست in the vitreous base. الفيتريس جلوبيولينز اند البومينز ار ذا موست abundant soluble proteins موجوده عندنا. الفيتريس جلوبيولي consist largely من الجلايكوبروتينز which are acidic in nature and have high percentage of carbohydrate. بصوا ادي منظر الفيتريس بقى. ليه بقى الفيتريس منفوخ كده واخد المنظر قوي جدا ده؟ زي ما قلت لك عشان وجود ايه؟ الهيرونيك اسيد. ادي المولكيول بتاع الهيرونيك اسيد بيرسموه كده كويلد كده، تمام؟ هو ده الهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد از ايه؟ جلايكوزامينو جلايكان، تمام؟ يعني زي الميكرو بوليساكرايدز. المولكيولر ويت بتاعته من 1-2 مليون، خلي بالك ده اكبر من الكريستالينز بتاعتنا. It is a composed of N-acetylglucosamine and the glucuronic acid in equal amount. الكومبوزيشن ده مهم، الكيمياء دي مهمة، بتيجي في الام اس كيو. اللي عليها خطوط دي بتيجي في الام اس كيو، دي الكيمياء بتاعت الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد بيتكون من N-acetylglucosamine and the glucuronic acid. Glucuronic acid in equal amount. طيب، الهيالورونيك اسيد occurs in the vitreous gel as a soluble hyaluronate. بص بقى، this hydrophilic substance form a three dimensional network. عامل three dimensional network هو اللي نافخ القصه دي. Intertwined جواها amongst the collagen A fibers. اهو ده المنظر ده. يعني ايه اللي بعد الكولاجين فايبر دي عندي وبعد دي عندي وعامل كونكتنج فايبرز كده وبتاع. خدت بالك؟ لان احنا قلنا الفيتريس ده سيمبل كونكتيف ايه؟ تيشو. تمام؟ اهو هيالورونيك اسيد هو اللي نافخ الحته دي كلها. بص بيقول لك ايه؟ The highly charged اهو كلمه اهي. The highly charged hydrated polysaccharide chain occupies a volume 1000 ل 3000 times greater than the chain would occupying in a loop in a closed packing. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جبنا الفيتريس ده وجففناه شلنا منه الميه. لو جبنا الفيتريس وجففناه وشلنا منه الميه هتلاقي الفيتريس البطيخه اللي قدامك ده قل 1000 ل 3000 مره في الحجم، صغر خالص. يا سلام
ده شويه البودره دي لما تملاها ميه وتخلي التشارجز دي تشتغل فيها تنفخها 3000 مره، يس فهمنا الحدوته دي بقى. ده اللي انا بقوله لك، عشان كده هي هايلي ايه؟ هايلي تشارجد، وهي هايدرو هايدريتد، وهي هايدريتد عشان البولي ساكرايز احنا قلنا بيبقى فيها كربوهيدرات تشين، والكربوهيدرات تشين بتاع الصوديوم تقوم تنفخ القصه دي. تمام؟ The vitreous is susceptible to osmotic dehydration and reduction of volume بالمانيتول ثيرابي. انت عارف في الاكيو كونجست، في الاكيو كونجستيف جلوكوما مش احنا بنعلق العينين مانيتول؟ المانيتول از هايبر اوزموتيك ايجنت، بيبقى موجود في السيركيوليشن ما بيسيبش السيركيوليشن. لما يعدي حوالينا في الريتنال والكرويدال فيسلز هيشفط ميه منين؟ من اكبر تانك ميه موجود عندنا في الاي اللي هو مين؟ اللي هو الفيتريس، يسحب الميه منه يقوم يعمل فوليوم ريدكشن. طالما عمل فوليوم ريدكشن يقلل ايه؟ الانتراوكلر بريشر. خلي بالك انا اسالك السؤال ده في الامتحانات في السكند بارت، حتى في الميديسن هقول لك المانيتول بيشتغل ازاي؟ هتقول لي انه بيشفط ميه منين؟ من الفيتريس مش الايكوس، مش بيشفط الايكوس، بيشفط ميه من الفيتريس، من اكبر تانك ميه موجود عندنا جوه العين از الفيتريس. تمام؟ بيشفط ميه من الفيتريس فيعمل فوليوم ريدكشن يقلل الانتراوكولار بريشر. This is how مانيتول ورك في الاكيوت جلوكوما. الهيالورونيك اسيد بقى concentrated in posterior cortex lost in the anterior periphery. The dense vitreous cortex is absent over the optic disc. مفيش كورتكس عند الاوبتيك ديسك and is over the macula. ناقص عند منطقة الماكيولا ومنطقة الاوبتيك ديسك. بص اهو عملوا كده، خدوا دايسكشن الفيتريس كده وحقنوا حاجة الوان كده صبغة، لقوا ان في تانلز ماشية اهي زي الكنال اوف كولوكي. تمام؟ وفي تانل تانية جاية من الماكيولار اريا، كان الحتة دي برضو لوس ما فيهاش اتاتشمنت، والحتة دي ويك الاتاتشمنت فيها وما فيهاش الممبرينز بتاعت الفيتريس بتاعها. اهي دي الكنال اوف كولوكي، ودي الحته اللي واصله من الماكيولار اريا للسب هيرويد اريا بتاعتنا. دي ارياز اوف ويك اتاتشمنت. اقوى اتاتشمنت هنا عند الاورا ايه؟ سرتها. تمام؟ دي اقوى اتاتشمنت في الفيتريس. طيب هيالورونيك اسيد بقى بيقول لك ايه؟ ادز فيسكوسيتي تو ذا الاستيستي اوف ذا كولاجين نتورك، بيزود فيسكوسيتي تو ذا الاستيستي، عشان كده الفيتريس بيسموه فيسكو الاستيك. برودوسد باي هيالوسايتس within the vitreous، في خلايا اسمها الهيالوسايتس موجوده جوه الفيتريس. الهيالوسايتس دي ايه؟ دي ار مونونيوكليار سيلز، خدت بالك؟ ار فاوند ان ذا ريجن اوف جريتست هيالورونيك اسيد كونسنتريشن ان ا سنجل لاير انتيريور تو ذا انر ليميتنج ممبرين اوف ذا ريتنا. يعتقد انها بتيجي من البلاد فيسلز اوف ذا ريتنا.